الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الاستغفار هو آلة للنجاة، فقد ورد عن أمير البيان أمير الكلام علي بن أبي طالب سلام الله عليه أنه قال: العجب ممن يهلك والمنجاة معه. قيل: ما هي يا أمير المؤمنين؟ فقال سلام الله عليه: هي الاستغفار. أي أن المنجاة هي الاستغفار، آلة للنجاة. والاستغفار أيضا أيها الأحبة هو مفتاح لأبواب السماء، فبالاستغفار تفتح أبواب السماء، ويستجيب الله لحاجات الإنسان الدنيوية منها والأخروية. فقد ورد في الآية المباركة أن الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العلي العظيم. أيضا من البركات التي أنعم الله علينا بها، الأمر الثالث من هذه البركات، هو أن الاستغفار يمنع نزول العذاب. ورد عن مولانا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان رسول الله والاستغفار لكم حصنين حصينين من العذاب، فمضى، أي يقصد الإمام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فمضى أكبر الحصنين وبقي الاستغفار هو الحصن الثاني. فأكثروا، والكلام لمولانا الباقر عليه السلام يقول: فأكثروا منه، أي من الاستغفار، فإنه ممحاة للذنوب. وقد قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يا رسول الله، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العلي العظيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ادفعوا أبواب البلايا بالاستغفار. فالاستغفار سبب لماذا؟ لمنع نزول العذاب. الأمر الرابع أيها الأحبة من بركات الاستغفار أنه عصمة من الشيطان، أي عدم تسلط الشيطان عليه. على مين؟ على المكلف، على الصائم، على المستغفر في هذا الشهر المبارك. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ثلاثة معصومون من إبليس وجنوده: الذاكرون لله واحد، والباكون من خشية الله اثنين، ثالثا والمستغفرون بالأسحار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين في الأسحار وفي كل أوقاتنا في هذا الشهر المبارك، سائلين المولى أن يمن علينا بالمغفرة. هذا والحمد لله رب العالمين، ونلتقي في حلقة مقبلة إن شاء الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.